للعلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. فإن حديثهم طب يداوي يبعث السلوى، وفقه الدين مشكاة يزيح الهم والبلوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نستقبل فيه تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا، صحبة ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، والذي سيكون معنا اليوم عبر الأقمار الصناعية. أهلا وسهلا بك شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ الله يسلمك شيخنا. توقفنا في الحديث، كملنا في الحج الطواف، الآن توقفنا عند الحديث عن الركن أحد أركان الحج، وهو قضية السعي بين الصفا والمروة. فنريد تعريف سريع بركنية وأهمية هذه العبادة في الحج أو هذه الشعيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته وطبقها إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء ومستمعينا كذلك. بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة، ركن من أركان الحج عند جمهور الفقهاء، يعني ليس واجبا وإنما هو ركن. وقد سبق أن فرقنا بين الأركان والواجبات، وقلنا هذه يتفق فيها الناس، أعني المذاهب المختلفة، بأن الركن تركه يفسد الحج، وأما الواجب فينجبر بدم أي بهدي. فالسعي بين الصفا والمروة أحد الأركان، وهي الأربعة التي ذكرناها الإحرام، وسبق أن ذكرنا أنه المقصود به النية أي الدخول في النسك، والوقوف بعرفة ذكرناه، والطواف، والسعي بين الصفا والمروة. نعم، قلنا حين طواف الإفاضة أيضا ذكرناه. نعم، فالسعي بين الصفا والمروة أحد أركان الحج. نعم، معنى الصفا، كلمة الصفا والمروة يعني جبلان معروفان. الحقيقة الآن يعني أصبح يعني جبلين صغيرين ليس مرتفعين. نعم، فهذان الجبلان يعني الله سبحانه وتعالى أمر بالسعي بينهما، أي المشي بين الصفا والمروة. ومن شروط هذا السعي أن يكون سبعة أشواط، الابتداء من الصفا والانتهاء بالمروة. وكلما مشى الحاج الساعي شوطا من الصفا، ابتداه من الصفا وانتهى به إلى المروة، هذا شوط. ثم رجوعه من المروة إلى الصفا هذا شوط ثاني، وهكذا ينتهي به الأمر بعد سبعة أشواط، وهي شرط أيضا كما ذكرنا، يعني من شروطي ومن أركاني عفوا الطواف. نعم، أن يكون سبعة طوافات، سبعة أشواط. نعم، كذلك الأمر في السعي، لكن نحسب من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوطا آخر. نعم، فلما ننتهي من السبعة ينتهي هذا السعي. إذن هو عبارة عن مشي بين الجبلين. نعم، هذا بالنسبة لي يعني ما يتكون منه من أركان ولا بد منها. لكن عندنا يستحب في أمرهما بعض الأشياء،
لكن هو ما أن الحاج ذهب ماشيا ما بين الصفا والمروة ثم رجع من المروة إلى الصفا سبعة أشواط، يعني هذا أمره تمام، ولا بد من شرطه أن يكون بعد طواف صحيح، إما أن يكون بعد طواف الإفاضة الذي هو يعني واجب من الواجبات سنتعرض لذلك بعون الله، أو يكون بعد طواف الإفاضة الذي هو ركن من الأركان، طواف القدوم أو الإفاضة تقصد، بعد طواف آخر ولو تطوعا، لكن بشرط أن لا يكون باطلا. فالسعي لابد أن يوقعه صاحبه بعد طواف صحيح. أما يعني سننه ومستحباته، الشيخ ممكن نتحدث عن يعني عن واجباته قبل أن نتحدث عن سننه وآدابه. أخضرين. نعم، يعني مكان معين ما هوش طويل هو، نعم هذا يسرع فيه، أي يهرول، ليس الجري بمعنى الكلمة وليس المشي المعتاد. فيسرع فيه عن المشي المعتاد ذهابا وإيابا على قول جمهور الفقهاء، بعض منهم قال لا في الذهاب فقط، أما في الرجوع فيستوي المشي، لكن الصحيح حتى في مذهب مالك يعني المشهور أنه يسرع في هذه المنطقة ذهابا وإيابا. ومن سننه أن يبتدئ صاحبه بتقبيل الحجر الأسود إن أمكن، وهذه قضية هي صعبة جدا الآن. نعم، ولذلك لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا قليل من الناس. هذه لا تؤثر لأن ليست من شروطه ولا من أركانه. فيعني السعي هكذا يتم. يتكلم الفقهاء عن مسألة أخرى وهي استحبابا، وهي الصعود قليلا على جبل الصفا وكذلك على جبل المروة، يعني يصعد قليلا، ليس صعب الأمر، نعم على جذره، لأنك ما تستطيعش بالنسبة للصفا لا تستطيع أن تصل إلى قمته، نعم، لكن المروة هي ستكاد تكون مستوية وبالتالي لا إشكال في الوقوف على الجبل لأنه شبه مستوي. نعم، وتكلم الفقهاء عن قضية وقوف المرأة على الصفا وعلى المروة، قالوا المرأة يعني عفوا تقف كذلك كالرجل إن كان المكان خاليا، يعني لا تزاحم الرجال، نعم، وإنما تقف في نهاية الجبل يعني في أسفله، نعم، حتى لا تختلط بالرجال، نعم. والمطلوب كذلك من السنن سنن السعي أن يبتدئه بالدعاء، يتجه ناحية البيت، هو واقف على الصفا قلنا ولو في أسفله، واقف على الصفا ويتجه ناحية الكعبة البيت الحرام ويدعو بما تيسر، ثم يستأنف شوطه، فإذا وصل إلى المروة دعا كذلك، ثم رجع من المروة إلى الصفا حتى تكتمل أشواطه. نعم، هل يشترط فيه الطهارة؟ لا، لا يشترط فيه الطهارة كالطواف، مثل الطواف، وإنما يعني يسن، وبعض العلماء عندهم يستحب أو تستحب فيه الطهارة أن يكون على وضوء. نعم. طيب، هل يقطع السعي للصلاة؟ الآن أصبح ضروري من أن يقطع. كان العلماء يتحدثون على أن السعي لا يقطع فيه الصلاة. شيخ تسمعوني؟ لكن الآن لا تستطيع أن تستمر أنت في سعيك إذا أقيمت صلاة الفريضة. نعم. وبالتالي تقف وتصلي مع الناس ولا يضر ذلك. هل تستريح يعني بين الأشواط أو في أثناء الشوط نفسه؟ نعم، إذا كانت الاستراحة قليلة وتستطيع أن تشرب الماء كذلك هذا كله لا يضر. نعم، السعي يعني مسألته سهلة وخفيفة. نعم، لكن أكثر ما يغلط فيه الناس في قضية السعي هي بعض، وسمعناهم يتحدثون يعني أنهم يسعون 14 شوطا، يعني يحسب لابد من الصفا إلى المروة ثم المروة إلى الصفا، هذا يعد شوطا، لا هذان شوطان. نعم، طيب شيخ،
نعم شيخ تسمعوني؟ بالتالي لابد أن ينتبه الإنسان لذلك. الشيخ هل تسمعوني؟ نتحدث عن يبدو ما يسمعش فينا الشيخ. لابد أن يكون بعد طواف. طيب نعالج المشكلة في الاتصال ونأخذ في اتصال معنا. طيب السلام عليكم أخ محمد من جادو. السلام عليكم. في اتصال آخر؟ طيب الشيخ موجود معنا؟ نعم. طيب شيخ تسمعني الآن؟ أنا لا أسمعك بصعوبة. طيب المهم تسمعني. الشيخ تحدثت عن شروط الصحة وعن السنن، لكن بقي قضية الواجبات. تعودنا في الأركان السابقة أن نتحدث عن في الطواف وفي الإحرام وغيرها أن هناك شروط صحة وهناك واجبات. ما هي واجبات السعي بين الصفا والمروة؟ شروط يعني واجبات السعي ذكرناها، هي في ضمن الكلام عن السعي. احنا عندنا الذي يبطل ذلك ويؤثر عليه هي قضية ألا يكمل الأشواط فقط السبعة. نعم، فالبقية الباقية كلها سنن ومستحبات. نعم نعم، لابد أن يسعى سبعة أشواط بعد طواف صحيح. نعم. قد يكون بعد طواف اللي هو وجوب، بعد طواف القدوم بالنسبة للمفرد الذي حج مفردا، ويعني وأن يكون أو يكون بعد طواف العمرة كذلك وهو ركن. سنأتيها إن شاء الله العمرة بالتفصيل وحدها. وإذا كان ما وفقش أو لم يكن مفردا في حجه فسيأتي السعي بعد طواف الإفاضة. نعم نعم. طيب شيخ صحيح، سواء كان بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، أو قلنا حتى حدث ذلك بعد طواف تطوعي صحيح. نعم. طيب شيخ نأخذ اتصال معنا الأخ عبد القادر من سبها. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخ عبد القادر. وعليكم السلام. تفضل، لو تسمعني من الهاتف أفضل، ووطي صوت التلفزيون لو سمحت. فيه اتصال آخر؟ ما اسم عماد الدين من طرابلس. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخ عماد الدين. الله يبارك فيك، الحمد لله. كيف الأخبار؟ تفضل. هل تسمع علي؟ نسمعك كويس. الله يبارك فيك، الله يجزيك الخير إن شاء الله. بارك الله فيك. أخي لو سمحت أنا أريد أسأل فضيلة الشيخ أن يوم الوقوف على العرفة سيكون يوم الاثنين القادم بعون الله تعالى ان شاء الله. ما هو الدعاء المتساوي؟ قصدي الدعاء من المأخوذ من السنه النبويه الطاهره حتى نردده من الصباح الى المساء. يوم الوقوف على، يعني تقصد الدعاء المسنون في هذا اليوم، في يوم الوقوف على. نعم نعم. طيب نعم. ان شاء الله. الله يبارك فيك ان شاء الله. طيبين ان شاء الله. شكرا. وانت طيب ان شاء الله، بارك الله فيك. من مفتاح؟ السلام عليكم. مرحبا. تفضل اخ مفتاح. اين وجدت هذا الشيخ حمد بن فارس؟ نعم. ونطلب منا تنبيه الشعب الليبي عن خلافه دار الاستاذ القاعده، صراحه يا شيخ دار الاستاذ التامه من بنائها لتنظيم القاعده. الشيخ حمد بن فارس يوضح هذه، نتمنى تكون ما عندهاش علاقه بتنظيم القاعده. طيب في اتصال آخر؟ طيب الشيخ لو كنت تسمعني، بعض الأسئلة في قضية السعي، قضية وقت السعي الركن بالنسبة للمتمتع والقارن والمفرد في الحج، متى يكون وقت السعي؟ متى يطالب الحاج بأن يؤدي هذا الركن؟ بالنسبة اللي تحدثنا عن المفرد، وقلنا المفرد له إيه عند طواف القدوم فيسعى بعده، هذا الذي حج إفرادا. هذا يعني إلا هذا في حالة واحدة يتحدث عنها الفقهاء، وهي إذا كان مراهقا. والمراهق هذا اللي الوقت ضاق عليه
حتى يقف بعرفة لئلا يفوته الحج. هذا ما 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 يجيب طواف قدوم، لا يأتي بطواف قدوم ولا يسعى بطبيعة الحال، بل يذهب مباشرة إلى عرفة حتى يتم حجه، ثم بعد ذلك يفيض في طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك يسعى بعد ذلك. لكن إذا كان الأمر عادي يعني هو مفرد وطاف طواف القدوم يسعى بعده ولا طواف بعده خلاص. نعم. بعد تلك القضية طواف الإفاضة هذا قصة بروحها. نعم. نعم. مسألة أخرى. هذا بالنسبة للمفرد. نعم. بالنسبة للمتمتع، هذا سيأتي بعمرة طبيعة الحال، والعمرة لها طوافها وهي ركن مثل الحج تماما. نعم. يأتي بطوافها، طواف العمرة ركن، فيأتي بعد ذلك بسعيها بعد طوافها، وهذه لا إشكال فيها، خلاص انتهينا. نعم. والعمرة سنفصلها إن شاء الله، إن شاء الله من أولها إلى آخرها، هي في كلمتين إن شاء الله. إن شاء الله. ثم عندنا بعد ذلك القارن. القارن بالنسبة للقدوم يعني ما عندهاش قدوم، هذا هو يعتبر طوافه تطوعا، ذكرنا ذلك. فإذا هو سيفيض، ستكون لديه أو يكون لديه طواف إفاضة وهو يصلح لعمرته ولحجه. نعم. ثم بعد ذلك يعقبه بسعي. هذا هو تفاصيل الثلاثة أنواع. نعم. من ثلاثة أحوال. نعم. طيب شيخ، نأخذ اتصال معنا علي من بنغازي. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، تفضل أخي علي. مرحبتين بك. الشيخ يا معلش، هل دعاء العصر يوم الجمعة مستجاب أم دعاء الدعاء الآخر؟ أو ودعاء الثلث الآخر. يعني أنت تقصد متى يكون ساعة متى تكون ساعة الاستجابة في يوم الجمعة صح؟ أيوة، وثلث الليل الآخر يعني. نعم. الشيخ. تفضل سؤال. تفضل. هل دعاء عصر يوم الجمعة مستجاب أم لا؟ دعاء عصر يوم الجمعة. هل. طيبة. أيوة. ودعاء الثلث الآخر حتى هو نفسه. دعاء الثلث الأخير من الليل. أيوه. طيب إن شاء الله. والله يرحمك والديك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. في اتصال آخر ولا نكمله؟ طيب شيخ، بقي بعض الأسئلة فيما قضية السعي، منها الذكر الذي يسن الإكثار منه في السعي، هل ورد في السنة ذكر معين يسن للحاج أن يكثر منه في وقت السعي بين الصفا والمروة؟ الجسر. الذكر. الجسر هذا محدث. الذكر هذا شيخنا. هذا عمل يسعى منه. الذكر أو الدعاء اللي يقال في السعي. نعم. الدعاء الذي يقال في السعي، هل هناك دعاء مسنون؟ الذكر والدعاء اللي يقال في السعي. لا، يدعو الإنسان بما تيسر له ولوالديه بل ولوالديه. نعم. ولجميع المسلمين. وإنما ورد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يكثر الإنسان من أي دعاء، وأحسن دعاء هو الذي يخرج من القلب بدون تكلف. يعني أي دعاء يكثر من الدعاء الصالح وخلاص. نعم. نعم. طيب شيخ، لو فيه شيء آخر في السعي، وإلا نتحدث عن ماذا يفعل الحاج بعد الطواف والسعي إلى ما قبل يوم عرفة، ما هي الأعمال التي تطلب من الحاج في هذه الأوقات؟ إذا كان هو يعني طاف طواف القدوم ثم بعد ذلك سعادة في حالة الإفراد، في حالة العمرة سيتحلل منها إذا كان متمتعا. نعم. وبعد وينتظر إلى يوم التروية. هذا كله ماذا يفعل فيه؟ يكثر من النظر إلى الكعبة. نعم. ومن الطواف حولها ومن الدعاء وهو باتجاهها، ويتلو القرآن الكريم إن كان يعني قارئا أو حتى من المصحف. هذه كلها عبادات لها أجرها. نعم.
نعم. طيب شيخ ناخذ اتصال معنا. الاخ من بنغازي؟ اخ علي، السلام عليكم. طيب اخ علي لو سمحت تسمعنا من الهاتف، بارك الله فيك. لا تعال اسمع فيك ولادك يا اخوي. تفضل. عندي سؤالين يا مثل الشيخ. تفضل الاول. وعليكم السلام ورحمه الله. الاول الانسان المنتحر اللي باعتبار بنزين او والله بآله مثلا حاده وانتحر، ومعروف انه انتحر. طيب يجوز الصلاه عليه؟ هل تجوز الصلاه عليه؟ طيب والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني انا عندي مواشي وصلت النصاب مثلا 41 او 42 من الضال او المعز. لكن ان هذه المواشي انا هي محجوزه عندي مثلا زي ما نقول في حلاق والله في مثلا في بيت معين، يعني مش في المراعي. محجوزه عندك؟ يعني تقصد انت تعلفها مش؟ ايوه مش يعني ما هيش في المراعي، ما هي السائمه. ما هي السائمه. طيب يجاوبك الشيخ ان شاء الله. الاخ علي من جادو، السلام عليكم. اخ علي السلام عليكم. الو. السلام عليكم. لو تسمعنا من الهاتف. الاخت سالمه. ألو. الاخت سالمه تفضلي لو تسمعينا من الهاتف. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي سؤالك. كيف حالك؟ قلت لك يا شيخ انا طبعا كنت متزوجه، عرفت، وبعدها طبعا طلقت. طيب. وبعدها جاني نصيب، عرفت. طيب. طبعا انا كنت موقعه الورقه بتاعت الضمان. وتو انا طلعت لي مبلغ وقاعد يعني في البنك، عرفت، بدي نطلع فيه العمره، هل يجوز ولا ما يجوز؟ بس عشان نفهم السؤال، هو انت كنت متزوجه والان طلقتي وبعدين تزوجتي مره ثانيه؟ ايوه طبعا انا وقعت العقد بتاع الضمان وجوزت طبعا قبل فتحتي. لا لكن عقد طبعا طلع لي تو. هو عقد الضمان شنو يعني، قصدي على ماذا ينص؟ بتاع المطلقات. نعم. طيب وبعدها تراك من عندك اموال وانت متزوجه، فهل تسال على مشروعيه اخذهن ام لا؟ ايوه نبي ناخذهن، نبي نعدي بيهن عمره. طيب. طيب ان شاء الله جاوبك الشيخ. من؟ اخ علي من ضبرق، السلام عليكم. اسمعوا شيئا. عندي حلوق على من اصغر شيء. لو تعاود السؤال ما نسمعش فيك. عندي خوي توفى، عرفت؟ نسمع فيك اخوك توفي؟ عرفت حلوقتين، شنو يعني يمين؟ الشطر الثاني من السؤال ما سمعتش، راه اخوك توفي؟ عندي يمينين حالة في يمينين وحنف فيهن، يعني حالة يمينين وتوفى، عرفت؟ تسأل ماذا تصنع له؟ إن شاء الله. طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله. فيه الاتصال آخر؟ طيب الشيخ تسمعوني؟ سلام الشيخ. طيب نطلع فاصل وبعدين نعود نجاوب على الأسئلة. طيب نذهب فاصل وبعدين نواصل مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. فقه الدين مشكاة يزيح الهم والبلوى. فقه الدين مشكاة يزيح الهم والبلوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نعود مع الشيخ. تسمعوني؟ السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. طيب شيخ نعتذر، طبعا فيه مشاكل في الاتصالات، نجيب على بعض الأسئلة اللي وردتنا اليوم، منها الأخ عماد الدين من طرابلس يتحدث عن الدعاء المسنون يوم الوقوف بعرفة، ما هو الدعاء الذي يسن الإكثار منه في هذا اليوم؟ ذكرت أنا قبل قليل قبل أن ينقطع لا هذه صوتي ما زال يتردد أكثر من
أكثر من العادي. ما زالت المشاكل طيب. قائمة في مشكلة في الاتصال. طيب نعتذر لكم عن هذه المشكلة في الاتصال من المصدر. إن شاء الله نحاول الإجابة عن الأسئلة التي وردتنا اليوم في الحلقة الجمعة القادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلي العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. فإن حديثهم طب يداوي يبعث السلوى، وفقه الدين مشكاة يزيح الهم والبلوى.